عندي ثاني واحد موز بلاب بالسوريز. انا ديك ديك النهار كنتو كتهضروا على السوريز ولكن ما وصلتش ملي نتواصل معاك. واخا يعني اللي عنده كميه المستمعات البات يعني عندها الحب الملوك كتجي هذه رائعه حطيها لضيافك وجهك. واخا غنكونوا حضرنا الجنواز كل وحدك باش كتحضر الجنواز ديالها. جنواز عندنا جوج، عندنا واحد الجوراق ديال الجيلاتين، 15 سنتيمتر ديال القشده الطريه، جوج ديال الصفر البيض، 75 غرام ديال السكر كلاصي، 125 غرام ديال الحليب، و ناخذوا صفر ديال البيض مع شويه ديال السكر كلاصي كنضربوهم، ونزيدوا الحليب اللي كنكونوا سخنا شويه، وغنردو ثاني فوق البوطه تي 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 تقاد تا هو بحال كريم اونغليز. وغناخذوا واحد ربعه ديال حب الملوك غنحيدوا على العظم ديالها وغنطحنوها، غنحصلوا على واحد الكولي وغنصفيوه. واخا من حضرنا لا كريم اونغليز الاولى غنزيدو عليها القشده هذيك 15 سنتيمتر ديال القشده ملي تكون شويه بردات، غنزيدو على ديك القشده الطريه مطربه مزيان، ونزيدو الجيلاتين. ومن كي كنخلطو كلشي كنزيدو داك الكولي ديال الفخيز وكنكبوها فوق الجينواز. كندخلوها الكونجيلاتور. كناخدو المربى ديال حب الملوك، دابا هذه الحلوه كبيناها دخلناها الكونجيلاتور. كناخذوا المربى ديال حب الملوك كنديروا في كاسرونه مع شويه ديال الماء وكنحطوه فوق العافيه حتى كيطلق شي شويه، ونزيدوا ليه واحد ورقه ونص ديال الجيلاتين. وعاود نصفيه ونكبوه هويا فوق الحلوه عاوتاني تكون جمدات كطبقه ثانيه، كتجي طبقه شويه ديك بيضه شويه واخرى كتجي حمراء وكتذوقي بحب الملوك ولا باش ما بغيتي. الله يعطيك الصحه خديجه تبارك الله عليك. بارك الله فيك. باقي شكرا لك بزاف. الصفه ديال الكرمون كرموس لا ما بقاش لنا الوقت اسمحي لنا. ماشي مشكل. تحياتنا لك خديجه، شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. بالصحه والراحه وشكرا لك بزاف. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا ربي امين. حنا وانتم ما شاء الله تبارك الله عليك خديجه بالخباز، مشكوره جدا على تواصلك معنا.